يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بني المسجد أولا ثم أدخل فيه قبر بعد ذلك فهل تجوز الصلاة فيه؟ لا، المسجد الذي على قبر لا يجوز الصلاة فيه، سواء كان القبر هو القديم والمسجد حادث أو العكس، كان القبر قديم والمسجد بني عليه، لا يجوز هذا، لأنه من اتخاذ القبور مساجد، نهى عن الصلاة عند القبور. لكن قالوا إذا كان القبر هو القديم فينبش القبر ويخرج الحق مع المقابر، وإن كان العكس القبر هو القديم والمسجد حادث يهدم المسجد، نعم، ويترك القبر، نعم.